الصبح بقول انا انه بركي لا مش مزبوط اللي صار بركي لانه بالنهايه ما شفناه بالنهايه هي كان اشلاء انا شفت صور الاشلاء تبعه بس ما شفته هو وينه وين راح كيف فجاه بلحظه بيختفي راح ليطفي نار واختفى فجاه نحن بعد اربع سنين نحن بعدنا عم نسافر نحن بعدنا على الارض يعني هيك شو بدهم ننسى اولادنا يعني لا ما حننسى اوقات بنحس انه امبارح صار الانفجار اوقات بتحس انه قطع كثير وقت هذا عبء علي يعني كل ما يقطع نهار زياده بتحسيه عبء زياده لانه انا وعدته لخي قلت له انا رح اجيب لك حقك شي نهار وعارفه لانه هو لو كان محلي كان عمل نفس الشيء مشان هيك بعدنا نكمل نزلنا كل الاهالي نزلوا ولا حنلتقى بفوج الاطفاء وفي اهالي معهم هنيك كمان حنلتقى قدام تمثال المغترب اذا انتم رايحين على تمثال المغترب علقنا صور كل واحد مع عرض العداله وعرض المسار القضائي بلبنان روحوا شوفوا هالزباله وزباله التاريخ لوين رح توصل لانه هيدا المثل يلي رح نضل تعيلكم نضل نناضل من هلا لاخر حياتنا وقتها تخلص حياتنا اولادنا جايين بعدنا واولادهم بعدهم لانه هن قرطة السياسيه العكريه يلي موجودين اليوم لا لقط الحشار ركبوا له ولا حي الله هلا واحد مسؤول بالتاني ركبوا له بمصر اسمه السيد حسن تحت الارض بمشي كل فوق الارض بيخبس الموت وبدك هذا السلم قاعده محقق عدله بيتحايل بمرسوم واطول ناس بالبلد مش قادر يشيله لانه مش عامل غلط قانوني مش لانه اسمه طارق البيطار وزياده عن هيك من بعد القرار المجرم اللي اتخذه عويدات واطلع صراح كل الموقوفين منقول ممنوع يرجع ولا واحد منهم على وظيفته قبل انتهاء التحقيق وجلاء الحقيقه كامله عندهم ابتكار وافكار رهيبه يعني بيطلعوا فتوى من القانون طلب رد الرد تبع قاضي الرد تبع انه هيدول كلهم يعني انت لو منك عارف حالك مجرم يا خيي على شو عم تهرب بيجي الواحد بعد اربع سنين يوقف بهالمحل بيشعر قديش بعدها ثقيله هيدي التركي الورتي اللي اخذناها من اربع سنين اربع سنين بعتقد كلياتنا ضحايا بشكل او باخر شوف العداله مش ضروري تكون انك تقعد تحاسب الناس وتجلدهم عداله على القليل الناس تعرف ليش صار فيهم هيك نعرف مين وصدر المواد يلي فجرتنا باربع اب مين هن الشركات والاشخاص يلي ساهموا تتوصل هالبضاعه لهون مين الاشخاص يلي سمحوا لها تفوت وخزنوها وتركوها وما تصرفوا وقتها كان لازم يتصرفوا واخيرا كيف تفجرت ومين فجر انه انا بامن انه عداله اربع اب هي رح تكون حريه لبنان تسقط منظومة أربع عاب هيدي المنظومة ما بقى فيها تكفي